عليكم احبابي في داري لاباس عليكم كلشي بخير كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي مرحبا بكم في فيديو جديد فلوج جديد احداث جديده في القناه انا مابقاش كنهضر حيت خرجتني المهم بالنسبه للفيديو ديال اليوم راه هادشي دابا اللي كنصور لكم صورت لكم حتى الاخر حيت فريمون ستريس مع التصوير في الاول. الفيديو ديال اليوم غتشوفوا فيه انترو جديد بالنسبه للقناه اللي غيكون على طيله شهر رمضان على لي فيديو كامل غنحط لكم. وكيف ما قلت لكم في الاخر الفيديو غتشوفوها من بعد بانني في رمضان غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات الطبيعيه، غنشارك معكم بزاف ديال وصفات ديال المطبخ المغربي الاصيل، وغنشارك معكم بزاف ديال الوصفات ديال المطبخ الشامي او المطبخ الشرقي. غنشارك معكم حتى هما في الكوزينه حيت عادي ديجا كيعجبو الاكلات الشاميه والاكلات الشرقيه. غنشارك معكم بزاف ديال الامور وزاد حوايج بزاف حوايج بالنسبه للقناه ان شاء الله في رمضان، وغنحاول انني نحط لكم فيديو كل نهار او فيديو نهار او نهار لا قدر المستطاع. بالنسبه للوصفات الطبيعيه غنبقى نصور لكم دي فيديو ديال الوصفات الطبيعيه في الليل باش نقدر نديرو مونتاج في الليل ونحطهم لكم بالنهار ان شاء الله. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، واخا الفيديو ديال اليوم صغير غنخلي لكم فيه غير لي كوليس ديال التصويره ديال الانترو اللي غتبقاو تشوفوا ان شاء الله طيله شهر رمضان. وكنقول لكم رمضانكم مبارك سعيد، الله يخلي لكم الصحه والسلامه باش ما تمليتو يا ربي، وبزاف ديال الامور اخرى قلت لكم في الخير الفيديو. نخلي لك الكلمه عادي تقول لك شي حاجه اخرى في الوقت ديالك. رمضان مبارك سعيد عليكم الصحه والهنا باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي يحقق لكم جميع الامنيات ديالكم و عائلات كبروا تكبروا 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 بزاف ديال العائلات. واش نتمنى لي انا؟ عائلتك تكبر؟ لا شي حاجه اخرى في الحياه. الله يعطيك على قد نيتك، عطيك عوادي. العائلة ديما نيتهم ناقصة. الله يعطيك على قد نيتك. العائلة ديما نيتهم ناقصة داكشي علاش. المهم انا نقول لك حاجة وحدة، الله يجيبك الصحية والله يرزقك في كل ما تمنيتي. نقول لك الله يعطيك شي حاجة حتى حاجة. انا نقول لك الله يعطيك عمرة تدير عمرة ان شاء الله ندير عمرة عاوتاني مع الكوب ديالنا. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. ايوا هذه هذه في حالة 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 نمشيو كامل. لا دابا مزيان تما القادمة شوية. القادمة تعذيب عندي كامل. لا دابا يعجبني الحال. بصراحة أنا عشت فيها 8 سنين كنعجبني الحال واخا. صافي نمشي. واخا كان. لا دابا نمشي دابا نعيش. هي اللي ما بغاتش تمشي. ما بغاتش نعيش. هي اللي ما بغاتش تعيش. المهم أحبابي خلي هذا الموضوع آخر المناقشات الخاصة. غنقول لك الله يخليك سيليا. الله يخليك ان شاء الله شي بنيته اخرى وشي بنيته اخرى. بنيته ان شاء الله بإذن الله بنيته. والبنات هما الملائكة ديال الملائكة على الأب ديالهم. المؤنسات الغاليات. الأب على الأب. أكيد. على الأب ماشي الأم. صح. على الأب. البنات تيكونوا حنا بزاف على الأب. بابا بابا معاه تيجي للخدمة تتفرح به. ما حنا رجال البلاقات. آمين يا رب يا صحة الله يخليك لينا. آمين. الله يخليك تصدق الوزن. آمين يا رب. ديما دوعين يا رب خليك. امين يا رب. ايوا هذا المكان. ايه هذا المكان. صافي. الله يسهل عليك. باقا شي دعوه اخرى. الله يسهل عليك. هذه عتيك. خاصكم تعرفوا هذه الكلمه بعدا ديال الله يسهل عليك. راه ماشي ليا انا. حيت هو من كيسهل عليا. حيت تاخذ هي. فهمتوا؟ داك الشيء علاش فين ما كتولي كتقول الله يسهل عليك. شي جي رزق باش تاخذ هي. صباح وليتي سهل عليك والله تاخذ انا في العشيه صافي خويا كتقولي الله يسهل عليك في الصباح وكتاخذ في العشيه كتخلص عليك الله يسهل عليك. كيبقى لي وجده داك الشيء اللي دعيت معاه الصباح وجده اللي فين يحطها. المهم اخوتي عندما كنجي للفيديو ديال اليوم. المهم رمضان مبارك سعيد. رمضان مبارك سعيد. يا ربي يا ربي.
احبابي غنخلي لكم واحد اللقطات من واحد الفرحه كبيره 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 بزاف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بزاف ديال المرات صراحه. بنتي كانت التاريخ يعيد نفسه. بنتي فكرتني فراسي الصراحه. قررنا اننا على هذا العمر ديال عام وتسع شهور نديوها لاصال. علاش؟ حيت كتشوفني انا ملي كنكون غادا نتريني في لاصال وكتقلدني في الحركات وكتبغي تدخل التريني. قلنا علاش لي ما نديوهاش معانا واخا هي باقا صغيره بزاف. ما شاء الله تبارك الرحمن يا ربي تحفظها بما حفظت به الذكرى الحكيم. بنتي من نوع اللي دماغه خفيف واي حاجه شفتها كدير في حالها. اذكروا الله وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي. والله العظيم زعما انا بالنسبه ليا ماشي حيت زعما على شي حاجه، ولكن بالنسبه للدراري الصغيورين انا اون فوا كنشوف شي بيبي صغيور ولا شي دري صغير يلاه كيتعلم ولا يلاه كيدير شي حاجه كنقول ما شاء الله تبارك الرحمن. كنذكروا الله سبحانه وتعالى حماية لذاك الدري وخا ربي اللي كيحمي وربي اللي كيحفظ، ولكن كنذكروا الله في اي حاجه فيها الدراري الصغار. المهم نخلي لكم لقطات من اول مره سيليا دخل لاصال واول مره تريني واللبيسه يا لالا والسانتور حتى هي، وكتقلد الحركات كاملين اللي كتشوف الكوتش كيديرهم مع الدراري الصغار. وتا هي الكوتش مصطفى الصراحه مسكين عرفتي هو والكوتش حفيظ كيديروا معاه كثار من الخاطر كثار من الخاطر كثار من الخاطر شادي لها بخاطرها باش كتعلم شنو يمشيو. ان شاء الله بنتي تولي شي حاجه ان شاء الله يا ربي. نخلي لكم لقطات. احسن طاجين العادي بخرطه. كنضمكم مبارك سعيد وكنتمنى ربي يخليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه وباش ما كنتمنوا يا ربي وبرزقوا التيسير ودوام الصحه والعافيه والهنا والعلاء على بناتنا ان شاء الله. امين يا ربي. والله يدوم عليكم الصحه هذه هي اهم حاجه، والله يخلي لكم كل ما العزيز عليكم يا ربي، واي واحد مريض الله يشافيه بقدر الله هذا، واي واحد عنده الله يرجع لك يولي كلشي رخيص كلشي غلا. اي واحد عنده شي كربه من كرب الدنيا الله يفكها يا ربي في هذا الدار. والله يخليكم لينا وان شاء الله تزيد عائلتنا تكبر وتكبر وتكبر اكثر. عائلتي بلوتو دابا عادي مابقاش عائلتي غادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الدار الوصفه الطبيعيه. غنشارك معكم فطورنا كل نهار ان شاء الله اذا قدرت من غير النهار اللي غنكون فيه غنتريني لاصال ما غاديش نشارك معكم احبابي. هذا مكان اليوم نخلي لكم هادشي كله هاد الكوليس وهادشي كله غتشوفوه اعاده التصوير وبزاف ديال الامور باش تشوفوا داك الانترو اللي غتشوفوه دابا. نقولوا